بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، السيد عامل عمالة الصيرات نارا، السيد والي أمر برسالة نارا والصيرات، السيد مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل ملك المحكمة الابتدائية، السيد رئيس مجلس العمالة، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، أيها الحضور الكرام، في إطار الالتفاتات التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لأيتام وأرامل موظفيها وسعيا منها لتجسيد الإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة إعطاء العناية الكافية للجانب الاجتماعي لأطر وموظفي الأمن الوطني، والتي تجسد سابغ العطف وجميل الرعاية اللذين ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يخص بهما أسرة الأمن الوطني نساء ورجالا عاملين ومتقاعدين، وذلك عبر تدعيم البناء المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني وتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة من خدام الأوفياء. فإن المنطقة الإقليمية لأمن صخيرات سمارة بتوجيهات من السيد المدير العام للأمن الوطني وبإشراف من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يسعدها بكل فخر واعتزاز تمثيل السيد المدير العام للأمن الوطني في استقبال وتكريم أرامل وإيتام رجال الأمن الوطني بالإقليم، عرفانا منها للواجب الوطني الذي أخلصوا وتفانوا في أدائه، وتجسيدا لحسن التآزر والتضامن الذي يسود داخل أسرة الأمن الوطني المبني على ثقافة ربط جسور التواصل والانفتاح على محيطها مع استحضار الجانب الإنساني في العلاقات المهنية والاجتماعية. وموازاة مع هذه المناسبة، فإن أطر في هذه المنطقة الأمنية الإقليمية أبوا أن لا يفوتوا الفرصة للاحتفال بموظفيها الذين تمت إحالتهم على التقاعد مثل السنة المصرمة، عرفانا منهم للجهود والاستماتة ونكران الذات التي أبانوا عنها خلال مشوارهم المهني من خلال القيام بالواجب المقدس والرسالة النبيلة الملقاة على عاتق جميع نساء ورجال الأمن المتمثلة في السهر على حماية واستقرار الوطن وضمان أمن المواطنين في تشبث سابق بثوابت الأمة. وبهذه المناسبة يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر الموظفين في هذه المنطقة الأمنية أن أتقدم بالتهاني لكل الأطر والموظفين الذين استفادوا من الترقية بالدرجة برسم السنة المالية 2016، والتي تشكل تزويجا وتقديرا لحصيلة سنوات متتالية من الخدمة والعطاء والمثابرة وترسيخ المبدأ الشفافية والحكامة الأمنية الجيدة التي يسعى لتكريسها السيد المدير العام للأمن الوطني، والتي تندرج ضمن الرؤية الهدافية والحكامية التي ينهجها للنهوض برجال أو بجهاز الأمن وتحديثه، والتي من بينها كذلك تمكين عناصر الأمن من زي نظام جديد يتجاوب مع طبيعة المهام التي يقومون بها، وذلك وفق معايير أمنية دولية حديثة. ويسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بجدير الشكر والتقدير إلى السيد عامل عمالة الصخيرات سمارة والسيد رئيس مجلس العمالة أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أطر الموظفين في هذه المنطقة الأمنية على الدعم المادي والمعنوي الذي ما فتئ يقدمانه لنا باستمرار إسهاما منهما في تكريس الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين. حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الجليلة الأميرة الجليلة لالة خديجة وشد أزره بسموه صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي رشيد وكافة أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه لسر الدعاء سميع الإجابة الجدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.